كنا مقابلة اليوم خسارة ما كانتش منتظرة، أحسن لما نشوف الشوط الأول الفرص اللي كانت موجودة النادي سفيقس كانت يعني الأولوية اللي نحن نسجلوا، كنا أحسن من الخصم. مبروك عليهم الفوز، صعبنا شوية الوضعية نتاعنا في المجموعة، ما علينا، كان نشتغلوا اليومين هذوما نحاولوا باش نصلحوا الاخطاء اللي صارت اليوم ونحاولوا نجاريوا المقابلتين اللي مازالوا باكثر ثقه واكثر مجموعه حديديه.